ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى يشارك مولاي هشام متابعيه على الفيسبوك صوره الشخصية، حيث نشر صورة له رفقة ابنة شقيقه مولاي إسماعيل وهي على الشاطئ المضيق أثناء عطلة العيد، حيث بدوره الملك محمد السادس يقضي عطلته. وعلق الأمير الذي حل قبل أيام بأرض الوطن لقضاء هذه المناسبة مع عائلته على الصورة بالقول: لحظة استراحة رفقة أميرة بهية ابنة شقيقي أثناء عطلة العيد في المضيق، وكل منا منغمس في اهتماماته. وتابع قائلا: الجو رائع والمنظر خلاب وحسن الجوار. وكان مولاي هشام قد نشر صباح أمس الخميس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمع ابنته فائزة بعمها مولاي إسماعيل وهما يستمتعان بأجواء العيد. وكتب مولاي هشام في تعليقه على الصورة: ابنتي فائزة مع عمها الأمير مولاي إسماعيل في البحر بعد العيد. وسبق أن نشر الأمير مولاي هشام بمناسبة عيد الفطر المنصرم صورة له رفقة ابنة مولاي إسماعيل من داخل المطبخ. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.